بتعداد متغير ومن الشبان وفي غياب الركائز واجه شبيبة القبائل المنافس شباب الدار البيضاء المنتمي لقسم الهواة وبكامل عناصره الباحثة عن المفاجأة إن أمكن ذلك. ولم نشاهد الفرص السانحة إلى غاية الدقيقة 34 حين كشف اللاعب حمزة يدروج عن قوته في التسديد وسجل الهدف الأول لشبيبة بروعة كبيرة. وبالقدم اليمنى التي أرسلت كرة لا ترد في مرمى الحارس بولسنامي. وعلى الهدف الجميل والرائع انتهى الشوط الأول بين الفريقين. في الشوط الثاني حمزة يدروج نصب نفسه نجما وهدافا عندما استغل هذه الكرة العائدة فسجل الهدف الثاني لمصلحة شبيبة القبائل وببراعة كبيرة، فأعلن عن ظهور رائع ولامع في أول مباراة له كأساسي. لكن سي عمار لم يسجل أمام براعة الحارس بولسنامي في الدقيقة 50، غير أن شباب الدار البيضاء رد على ذلك بهذه المحاولة والكرة من الوسيلة التي جانبت مرمى الحارس دوخة. الاستفاقة جاءت بهدف التقليص النتيجة بعد مخالفة سجله زروق الذي تابع الكرة في الدقيقة 81 من زمن المباراة. هدف أغضب الحارس الدولي دوخة الذي كان بارعا بعد ذلك في إنقاذ مرماه من هذه الكرة القوية من بوجادة في الدقيقة 85 من زمن اللقاء. وفي النفس الأخير من المباراة أضاف سي عمار الهدف الثالث لشبيبة القبائل بعد كرة من يدروج الذي كان صانعا هذه المرة. فتأهلت شبيبة القبائل إلى الدور 16 من كأس الجزائر على حساب شباب الدار البيضاء.